بأس، سوف أذهب إلى مجنجي وأقنع التجار لأن يرسلوا سفنهم بحرا، ونهاجم القراصنة حين يقتربون منها. تعال أيها الغبي، ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ فكر في الأمر، السيدة تشايمي هي العدو اللدود جانب وجوه، والآن أدارت ظهرها لجونغوا، صح؟ إذا لماذا يجب علينا أن نبقى في خدمتها؟ ذهبنا إلى الصين ومكثنا هناك لمساعدة جونغوا، ألم نذهب من أجلها؟ أخبرني. أجل صحيح، أنا ذاهب إلى جونغوا وسأخبرها أنني سأعمل معها، هذا ما سأفعله. سيدتي، 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 معقول سيدتي أنت تديرين شركة في موجينجو؟ ولماذا لم تخبرين أنك هنا؟ نحن بدونك لا شيء. آسفة، لدي عذر مقنع. سيدتي، نريد ترك العمل عند السيدة والمجيء إلى هنا للعمل لديك، اقبلينا معك. لا تفعل ذلك. سيدتي هل تقومين برفضنا؟ طبعا لا، كيف يمكنني أن أفعل ذلك وأنا أدرك أنك حاولت أن تساعدني في مرات متكررة؟ أنا في منافسة مع السيدة تشايمي، لكني لا أحب أن أدفع جماعتها لخيانتها، ولا أريد بانضمامكم لي أن أثير غضبها، فلتبقوا في شركتها وتأكدوا أننا في المستقبل سنكون معا. أنا أفهم ما تعنين وأستوعبه، سنتبع نصيحتك. سيدتي، هل تعرفين أن جان بوجو في شيلا؟ أعرف ذلك. إذا كيف أنت لست معه؟ إنه في تشونغهاي الآن، سأذهب إلى هناك وأخبره بوجودك. سوف نجتمع أنا وهو يوما ما، أرجوك لا تخبره عن وجودي هنا. ولد لك صبي؟ أجل، أرغب برؤيته دبوك. لماذا جئت؟ سمعت أن حبوب الضريبة سوف تنقل برا، وقد جئت أستسمع منك أن تنقل في البحر بدل البر، وأن يسمح لنا بمرافقة القافلة. ومن تكون أنت لتقحم نفسك في الأمور الرسمية؟ نحن نعرض مساعدتنا من أجل مصلحتك. اصمت، أنا لست بحاجة لمساعدتك، انتهت المقابلة. يا له من رجل ضيق الأفق، ذلك هو حاكم موجينجو. البشر بسبب غبائه يعانون. كيف الأمور؟ المشرفون ينتظرون في الحانة. هل يريد أي منهم أن نرافق سفنه؟ أبدا، خائفون من إرسال حمولاتهم بحرا. أهلا بكم جميعا، أنا جان بوجو، وربما قد علمتم لماذا دعوتكم إلى هذا المكان. هل حقا تستطيع أن توصل سفننا بأمان؟ نعم، فرجالي الأفضل هنا، أقصد في نقابة يانزو جميعها. رجالي لقنوا القراصنة درسا كبيرا. أنتم تنقلون بضائعكم برا، إنما بالسفن ستوفرون مالا ووقتا وجهدا كبيرين. كل شخص هنا يعرف ذلك، نتصرف هكذا بسبب القراصنة. كم ندفع لك سيدي لقاء مرافقتك لنا؟ سنقوم بها مجانا لأجلكم. هناك شيء؟ جانغ بوجو يجتمع بمشرفين من شركات أخرى.
وما الذي يتكلمون عنه؟ يعرض عليهم الحماية من دوك جيمبو إلى العاصمة. إذا تمكن منافسون من نقل سلاحهم بحرا سوف نمنع بخسائر ضخمة. ما الذي سأفعله؟ ربما لن تكون قادرا على طرد قراصنة جينول مهما كان حرسك جيدون. لقد سلبوا عددا من سفننا بمن فيها. خسارة أخرى مماثلة ستعني نهاية شركاتنا. أعرف أن الأمور كانت بمنتهى الصعوبة بسبب تلك المدعوة تشايلي. إذا أردتم المجازفة ليس أمامكم الآن سوى الثقة بي. جازفوا وانقلوا البضائع في البحر. نحن نقدر العرض، أما أنا فلن أشارك. وأنا أوافقه في الرأي. وأنا أيضا لن أشارك. مستعد لمرافقة السفن. قد يكون من الأفضل لنا التخلي عن تجارة البحر. مشرف هان. نعم. أطلب منهم أن يرافقوها. سيدتي، الشحنة التالية إلى العاصمة هامة وضخمة، لا يمكننا تحمل سلبها من قبل القراصنة. هذه خسارة كبيرة. أعلم أننا نخاطر، إنما إن استغلينا الفرصة المتاحة سوف نتغلب على أصول السيدة جايمي. دعهم يرافقون السفن، الأمر يستحق أن نخاطر. سوف نخاطر من أجلهم بحياتنا، فلماذا يرفضون؟ ماذا ستفعل؟ كيف أخدمك؟ لقد قررت شركتنا أن تقوم بحماية سفنها. قل لي أي شركة يتمنى جانج بوجو على مرافقة سفنها؟ إنها شركة جونغوا، وسمعت أن شحنتها ضخمة في حجمها.